لو الحكاية فيها إن فيجو حضرتك اتكلمت عن المناخ الإعلامي دلوقتي عامه سواء كان في الراديو أو في التلفزيون. لا، المناخ الإعلامي دلوقتي شوفي تصفيه بأنه مناخ مرتبك، مناخ سطحي، مناخ فيه كثير من التدفيه للمشاهد والمستمع. يعني لك أن تتخيلي أنه الإعلام العام والخاص لا يمكن أن تجدي فيه، أراهن وأنا على الهوى معاكم، أنك تجدي فيه برنامج عميق يناقش قضية مصيرية تهم العالم العربي والشعب المصري. لا قضية ثقافية ولا قضية اقتصادية ولا قضية علمية ولا قضية بناء شباب، كله يعتمد على التدفيه ويعتمد على السطحية ويغفل الشكل اللي هو اللغة العربية والمحتوى طبعا. يعني أنا الحقيقة شايف إنه إحنا رايحين إلى كارثة إعلامية. هم طبعا بيرهنوا على الإعلانات، والإعلانات طبق يتضاءل، وفاكرين إنه الإعمال الممثلين هيجيب لهم الإعلانات. أنا آسف، لازم نتعلم من الناس اللي حوالينا. الإعلام الغربي اللي هو يعني يضرب به المثل، نادرا ما تجدين ممثلا أو ممثلة يعمل كمذيع، لأن مهنة الإذاعة دي لها ضوابط مختلفة تماما عن مسألة التمثيل، مختلفة تماما. الحاصل ده لأنه الإدارة الإعلامية إدارات في معظمها إدارات تسعى للربح ولا تسعى للإيجاد. أين الوطنية؟ يعني المفروض أن الإعلام يؤدي دور وطني. هو شايف إنه كده بينتشر وإنه كده هي دي الوطنية. لا، أنت عندما تقضي على قيمة في رأس طفل أو في رأس فتاة ببرنامج تافه، برنامج لا يراعي قيم الأسرة المصرية، وأنا مش عايز أذكر برامج لأنه يعني الحياة لا. كدوغة مضمون. الاثنين. وما نقولش أمثلة لأنه هم يعني معروفين. يعني لما أنت تحشد أكثر من ممثلة درجة 10 عشان يعملوا برنامج، أولا عنوانه لا يمت إلى اللغة العربية بصلة، وصاحب المحطة معلن وعلى الهواء وكلام يعني أنا شخصيا بزعل لما هذا الكلام يدخل.